ومباشرة من مدينة العيون معنا أحد السكان الأقاليم الجنوبية للمملكة سيد أحمد الزاوي. مساء الخير سيد أحمد، في البداية كيف هي الأوضاع بمدينة العيون؟ مساء الخير أستاذ. ألو. نعم مساء الخير. إذا الأوضاع كما تابعتم من خلال روبورتاجاتكم وتحقيقات القناة ميديا أن تي في، مشكورة لتنقيلها صورة حقيقية لما يحدث بالأقاليم الجنوبية عبر قناتكم. الأجواء عادية جدا، والمواطنون كأي أيام السنة يتجولون ويعيشون حياتهم اليومية بكل روتين يعرفونه أو يعيشونه بانتظام وباستمرارية. نعم، وكيف تعلقون على الأخبار الزائفة التي تنشرها الأجهزة الدعائية لميليشيا البوليساريو؟ صراحة نحن نتابع منذ 4 أيام أو 5 أيام مجموعة من الحسابات ربما وهمية أو لأشخاص حقيقيون ذاتيون يروجون مجموعة من المعطيات الوهمية أو مجموعة من المغالطات التي لا أساس لها والتي تجانب الصواب في كثير من الأحيان، ولكن من يلمس بجانبة هذه الصواب هو من يعيش الأجواء اليومية في المدينة، وربما من خلال هذه الحسابات الوهمية وهذه المغالطات التي تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي تسوق صورة غير الحقيقية التي نعيشها يوميا في مدينة العيون وفي مدينة بوجدورة وفي مدينة الداخلة ومدينة حتى من خلال روبورتاجاتكم من قلب القرقرات يظهر جليا الحقيقة الملموسة التي لا غبار عليها، أنه الحياة الطبيعية تعود والتي لا تعود للأقاليم بالضبط بل تعود للقرقرات، الحياة الطبيعية التي دائمت عليها ساكنة الأقاليم الجنوبية. كيف تنظرون إلى هذه الأخبار الزائفة؟ كيف تتعاملون مع أنتم سكان العيون، خاصة وأن يعني تعامل المغرب مع معبر القرقرات يتم تحت أنظار وسائل الإعلام الدولية؟ من خلال نفس المنابر التي هي منصات التواصل الاجتماعي نحاول نحن شباب المنطقة أو بعض يعني العناصر الشبابية التي تعي خطورة هذه المعلومات التي تسرب بطريقة مغالطة والتي تسوق بطريقة مغالطة، نحاول الرد بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة عن طريق المنصات التواصل الاجتماعي حتى نعطي الصورة الحقيقية التي هي أن الساكنة تعيش حياتها الطبيعية في أبهى صورها. نعم سيد أحمد الزاوي من العيون، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.